يا مثبت العقل في الدماغ يا رب. هي مش على ذمة راجل وبتحبه؟ طبع عثمان وقلنا ما بتحبوش ولبسته القرون من بدري. ده هربت معاه وطفشت وهي بتحبه. أحي ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، وهي عادتها ولا هتشتري؟ هي كده من صغرها، هتحب بسرعة وتكره بسرعة. تبقى مرة نفخها طائق لمؤاخذة. الله، هي المرة لما تتهنى مع راجل وتكون بتحبه تلبسه قرون ليه وتطفش منه إلا إذا كان دماغها طائق؟ ما الراجل المرة دي عوق وراح وقلع الدولي. الله، وجايز يكون مات، احنا نعرف حاجة؟ وهي ست ولها طلبات، تعمل ايه يعني؟ تموت نفسها؟ وبعدها لك يا ريا، يعني انت موافقة على الخبص ده والمشي البطل؟ مش معنى الكلام اني موافقة، بس اني بنفهمك عشان مش كل يوم والتاني تنطلي بحدوتة سكينة وتصحيني في نصاص الليالي على محدثة عن سكينة. اهي كل حاجة اهي بقت زي الشمس على عينك يا تاجر قدام نوادرك. ولا محدثة ولا دياوله، الواد ده لو هوب هنا تاني هتبقى نهايته. طب خليه يجي عشان تبقى آخر أيام قصة الشاطر حسن وسكينة العشقة. سداد، محمد يا سداد. سكينة، انت فين؟ خلاص قطعتني؟ مش بإيدي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل الفتوة اللي انتم موقفينه على باب البيت عربي؟ مستحلف لي لو قربت من باب بيتكم. ليه يا اخويا، انت عملت له حاجة؟ ما دستلوش على طرف حاجة كده من الباب للطار، فقلت بقى يمكن هو كمان عاشقك وبيغير عليك او حد زقه عليا. رايا فين يا امه؟ مالك يا بنت داخلة كده زي زعبيب امشير؟ هي هنا ولا فوق؟ ستي ستي، امك فين يا بنت؟ فوق. انا جعانة يا ستي، امي بتقول لك وكليني. أوكلك؟ أوكلك من إيه؟ مش لما أكل نفسي الأول؟ اجري يا بيت، لفي لك رفة برة على ما الاقي لك حاجة تعض فيها. يلا يا بيت امشي. أنت مش كان معاك رغيف؟ وديته فين؟ عايز منه إيه يا أم؟ ماليش دعوة بالبيت البديعة ومش هديهولك. طب هتنصه؟ يعني أسيب لك المطرح؟ ده بدل ما تقولي لي خد يا بلقي لغموس؟ مش هديهولك يما، ده انا موفره من تاكت الغدا، مش هديهولك. اقصى عليك يا ابو العيله كده، تستخسر فمك يما. ما تعمليش معايا كده، مش هديهولك، انا مش هديهولك. خلاص عنها ما طفحت البت بديعه. طب هات ربعه. جوزك ماله ومالي تاني يا ريا؟ عمل ايه يا سكين؟ بلاش امور الله وعدي معايا، انت عارفه كويس قوي اللي عمله مع محمد. محمد ده يطلع ايه ده؟ محمد السداد اللي بيجي هنا، بيجي هنا عشاني، عشان خاطر سكينة حبيبته. ايه بقى اللي مزعل جوزك وحرقه تاني يا سكينة؟ ما قلنا يا اختي مش عايزين الحاجات دي هنا، مش عايزين مشاكل. اني حرة؟ ده اني حتى جوزي يا اختي عمر ما منع عني حاجة اني عاوزاها. انتي وجوزك حرين مع بعض، لكن البيت ده له حرمة وليه أصول. كون واحدة محترمة، نحب نمشي بالأصول. أصول؟ شلا يا أصول، بأمرة إيه يا أختي؟ بأمرة الخمرة ولا الحشيش اللي بتقدموها للزباين؟ لهو إحنا أول الناس ولا آخرها؟ ما الخمرات والغرز مالين الدنيا، ولا هي جات على الغلبان؟ كله كوم، وإن جوزك يدوس للراجل بتاعي على طرف ده كوم. مش هيقعد ويعمل لي بواب يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي مش على مزاجه. مش حسب الله اللي عمل كده، ده عربي. احنا يا اختي ملناش دعوه، روحي اصطفلي معايا. انا افتكرت الراجل بيرخم عليك وقلت نتصرف معاه. كتف في اصل وشك، انت عارف كويس قوي ان الراجل بيخش وبيخرج زيه زي ايها زبون، وبيدفع الحساب يا حبيبي على داير مليل. ما تبطلي يا ولية امور المسخره اللي انت فيها دي، ومحدش قادر عليك ولا ايه؟ وتقدر عليا ليه يا طلعتي؟ لك عندي ايه؟ عربي بتاعك ده اللي انت كاريه عشان يضربه؟ اني اللي بندفع اجرته من شقايه. بطلها الفاطه يا مرن. اني اللي بنهلفط يا حسب الله. خلاص دلوقتي طلع لك حس وبقت بتعرف تتكلم زي المعلمين. اني معلم غصب عن عين اللي خلفوكي. اطلعي فوق يا بنت انتي، وانا ليا صرفه معاكي. الله، ما انت كمان شادد عليها قوي يا حسب الله، ومنعت الراجل بتاعها يخش البيت. ده لا مؤاخذه، مش الراجل بتاعها، الراجل بتاعها سافر ولسه ما رجعش. استغفر
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضو كمان ما حدش عارف ان كان حي ولا ميت، ودي برضك ست من لحم ودم. لحم ودم تلبسنا قرون. جرست مريم، ده انا جايلك وانا متاكد انك بتعرفي في الاصول وما يرضكيش اللي بتعمله صاحبتك ده. وانت عارف كمان ان سكينه زعلها على باب مناخيرها وما بتجيش بالعافيه. واني بقى بصراحه مش عارفه انت ليه حاطط نقرك من نقرها. اني هحط نقري من نقرها ليه؟ ده مهما كان لا مؤاخذه اخت مراتي ولازم اشيلها على راسي. بس انا بقى كمان براعي اكل عيشي ولازم احاجي على سمعتي. اللي انا شايفاه كده ان انت عمال تكاره فيها من كل ناحيه. ما تريحها وتريح نفسك وتجيب من الاخر. ادي قربت يا ست الكل. شوف الراجل. طب ما تقول يا راجل اللي عندك. شوف يا ست، بيقولوا سلامه في خير وخير في سلامه، واللي بتعمله صاحبتك ده لا مؤاخذه ما يرضيش راجل حر زيي. وايه الحل؟ يا شيل هي يا شيل انا، يا اما تقعد، بس لا مؤاخذه انا اللي ماشي المركب وبكيفي. واخوها مش شريك معاكم؟ ابو العيلة. شريك ابو العيلة وامها لا مؤاخذه اجاريه بالشغل واخده اجرته. يعني انت بقى مش شايف غير كده. غلطين يا ست مريم لو انا غلطان. هقول لك ايه، نشور صاحبه الراي ونرد عليه. وليه بس نخبطوا فيهم ويخبطوا فينا؟ الطيب احسن. قصدك ايه؟ قصدي يعني نكسبهم في صفنا. مين عارف، مش يمكن في يوم من الايام نبقوا نسايب. ليه انت خايف منهم؟ لا انا ما نخافش غير من اللي خلقني. انا خايف عليك انت، انت عايشه معاهم لوحدك مالكيش ظهر. خلاص تبقى انت ظهر. بصفه ايه؟ بصفه الراجل بتاعي. هو انت مش بتحبني واني بنحبك؟ ايوه. خلاص يبقى تحط ايدك في ايدي ونقف لهم. انت كده بقى ناوي على العركه. ليه انت مش قدها؟ دول معاهم في دوت الحي، يعني اللي هيقف قصاده يا قاتل يا مقتول. ما انت لو صحيح بتحبني ما يهمكش منهم، وتجيب كرش اللي يقف قصادك او هو يجيب كرشك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مجنونه. انا مجنونه يا راجل يا جبان؟ ده انت ما حتى ما قلتهاش بالكلام نعمل ونخلي ونسوي. ده انت الكلام بيخوفك ويخليك تترعش بقى. كل ده يعني عشان خايف عليكي؟ انت بتخاف على نفسك. ده انا كنت مخمومه فيك واديني كشفتك. من يوم ورايح انت من طريق واني من طريق. تعالي بس يا سكينة. اوعى تلمسني انا اعملك حلاوة الموسم ونفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. يلا يا اخويا وريني عرض قفاك. قال بيحبني قال جاتك دهية في جبنك. وقال لك بقى سي حسب الله انه عايز يفضها يعني؟ عنده حق يا سكين. شيل ده من داير تحت عند. خلاص يديني حقي على داير مليم. ليه يا بنت؟ هو انت مش قادرة تشيلي؟ اشيل منين يا اختي؟ هو كان مخليلي ده كان شفتني اول باول. هو انت ما كنتيش بتاخدي منه فلوس؟ يا حسرة على اللي يفرقوا العويل يسفوا. دول يا دوب على قد الخمره. داني مش قادره نشتري حته ذهب نعلقها في ايدي ولا في رقبتي زي النسوان. خلاص اطمني يا بت، اني هنقعد معاه ونحاسبه بنفسي. بس بلاش انتي تحضري. ليه بقى؟ عشان نعرف نجيب لك حقك من غير مشاكل وخناق. اللي تشوفيه. بس هو ده اللي كان عايزه من زمان. حسب الله كان في جره وطلع لبره. اول ما دخل حياتي انا واختي كان عامل زي القطه المغمضه. دخل بالمسكنه وادب القرود وفضل يتدحلب لحد ما اتمكن. واول ما جري في ايده القرش طلع نابه الازرق اللي كان مخبيه.